السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس فيليان. الدروس الماضية أخذنا شو معنى الإن باراميتر، وأخذنا شو معنى الأوت باراميتر، وعرفنا ليش بنستخدمهم بالتفصيل. اليوم رح ناخد نعرف ليش بنستخدم الإن أوت باراميتر مود في البروسيجر، ليش بنسوي هذا النوع من أنواع التايب. بشكل عام الان اوت شو معناها؟ انه انا عندي الكولينج انفايرمنت اللي هو الانفايرمنت اللي بتنادي البروسيجرز، بتبرر باراميتر من نوع ان اوت. شو معناها؟ انه بيكون في عندي قيمه من هذا البروسيجر بتروح على البروسيجر، البروسيجر بيسوي تعديل عليها وبرجعها مره تاني للكولينج انفايرمنت. اذا الكولينج انفايرمنت بينادي البروسيجر وبيعطيه قيمة معينة من نوع in out، وهي القيمة بيكون فيها value، لازم يكون فيها value assign. البروسيجر بيسوي عليها تعديل معين وبرجعها مرة تانية للcalling environment. طيب بتقولي ليش؟ هلا مرات إذا أنت بتلاحظ، مرات مثلا أنت لما تعبي مثلا field معين، أنت عم تعبي application على الإنترنت، بنطلب منك أنك تعبي رقم التليفون. فانت لما تعبي رقم تليفون تحط ارقام، بعد ما تخلص بتلاقي لحاله غير لك الارقام هاي، حط لك الاقواس وحط لك الداشز لحاله. اذا هاي هي نوع من انواع الان اوت باراميتر. خلينا نشوفها بهذا المثال. بنروح على الاس كيو ال ديفلوبر، بقول لك هذا مثال عندي انه assume the length for the telephone is 12. اعتبر انه رقم التليفون 12، يعني اليوزر لازم يدخل 12 ديجيت. انت بكون عامل فاليديشن معين انه لازم يدخل 12. بقول لك اكزامبل، هاي رقم تليفون معين 971 رقم البلد، وهون 50 مثلا رقم الموبايل الاكستنشن تبع الموبايل، وهون الرقم 7 ارقام عادي. بقول لك انا بدي اليوزر لما يدخل هذا الفاليو من 12 رقم ترجع لي اياه انت بهاي الطريقه، انه بعد ثلاث خانات دولة تحط لي هون قوس وهون قوس بالخمسين قوس وقوس، انه هون رقم الاكستنشن تبع الموبايل بعدين الرقم العادي. اذا هاي تستخدم باستخدام شو؟ الان اوت باراميتر. الان اوت باراميتر، اذا بقول له كرييت اور ريبليس بروسيجر فورمات تل. انا سميته البروسيجر فورمات للتليفون، بفتح قوس وبسكر قوس، بحط باراميتر، هذا الباراميتر من نوع in out var car 2 is begin و end. قلت ال p telephone اللي هو هذا ال p telephone يساوي substring لل p telephone 1-3، انه substring من 1-3 هي 1، هي 2، هي 3، بعدين اطبع لي قوس، بعدين قلت له substring ال 4-2 يعني هاي 50، بعدين كونكتنيت مع ايش القوس هذا، يعني اطبع لي هون قوس، بعدين رجع لي السبسترينج للبيت تليفون من 7 لاخر الكاركتر. اذا هاي هي بكل بساطه اوكي واند. اذا هاي هي بكل بساطه، فانا بسوي تنفيذ لهذا البروسيجر. اذا قال لي بروسيجر فورمات تل كومبايلد. طيب بنفس الطريقه اللي اخذناها المره الماضيه، انا عشان اطبع البارامتر من نوع اوت بعرف بايند فاريبل، وبرضو عشان الان اوت بعرف بايند فاريبل. اذا انا سويت هلا فاريبل اسمه بي اندرسكور تليفون من نوع فار كار 20. طيب هاي نفذناها، حلو الكلام، نفذناها. هلا الاختلاف الوحيد انه البارامتر اللي بيكون من نوع ان اوت لازم ينعمل له اساين لفاليو. ليش اساين لفاليو؟ لانه هو بده ياخده يعدل عليه ورجعه، فلازم تسوي له اساين لفاليو. كيف تسوي له assign the value؟ بتقول له execute اسم ال variable اللي عرفته فوق هذا، اوكي؟ بس انت بتحط نقطتين، اسم ال variable وبتعطيه هاي القيمة. اذا نفذ، اذا animus block completed. اذا عرف variable bind variable، بعدين بسوي له ايش assign لقيمة معينة باستخدام هاي الجملة execute، بحط نقطتين اسم ال bind variable نفس اللي فوق، بقول له نقطتين يساوي القيمة. فاذا انا صار في عندي الفاريبل هذا صار فيه قيمة. هلأ شو بسوي؟ ببرره للبروسيجر، بقول له execute ايش اسم البروسيجر، وبفتح قوس وبعطيه مين؟
بعطيه البايند فيريبل. هاي البايند فيريبل بس البايند فيريبل صار فيه هاي التليفون. هلا بنسوي له اكسكيوت. قال لي كومبليتد. هلا بقول له برنت للفاليو. اذا سوى لي اياها شايفين كيف 971509149988. اذا حط لي اول 3 خانات قوس بعدين خانتين قوس وطلع لي بهاي الطريقه. اذا الطريقه الثانيه نفس الطريقه الاولانيه اللي شرحت لك اياها. شو بنسوي another way بس هاي الطريقه احسن. بدل ما اعرف bind variables بستخدم variables عاديه declare وbegin وend. عرفت variable من نوع var car 100 واعطته قيمه مبدئيه اللي هي هاي اللي هو هذا التليفون. بعدين begin وend بنادي هلا البروسيجر بعطيه الفاريبل. فشو بصير الفاريبل اصلا في تليفون هاي القيمه بروح على البروسيجر. البروسيجر بعد عليه وبرجعه. بعدين ايش بحاول اطبعه عن طريق دي بي ماس اوتبوت مننفذ هاي البلوك وطلع لي اياها بهاي الطريقه. اذا الان والاوت الاوت والان اوت نفس الشيء تقريبا لكن بفرق كالتالي انه الاوت بتعطيه قيمة فاضية برجع لك إياها. أما الـ in out بتعطيه قيمة مليانة بيعدل عليها وبرجع لك إياها مرة تانية. إذن هاي هي بشكل عام. بنرجع مرة تانية على الـ presentation ونشوف الفروقات بين الـ in والـ out والـ in out. إذن هون comparing the parameter mode هاي كتير مهمة. بقول لك الـ in هي عبارة عن default mode. أوكي؟ الاوت must be specified والان اوت must be specified. يعني انت لما تعرف بروسيجر اذا كان من نوع اوت اجباري تكتب كلمه اوت واذا كان ان اوت اجباري. لكن الان اذا ما حطيتها باي ديفولت بياخذ ان. هاي اول فرق. طيب فاليو از باست انتو سب بروجرام انه الفاليو هذا بيروح على السب بروجرام باست انتو سب بروجرام. اما الاوت returned to calling environment بيرجع لوين لا environment لنادته. طيب الان اوت passed into sub program returned to calling environment اذا بيجي من برا بتعبى وبرجع مره ثانيه environment. طيب الان formal parameter act as a constant انه زي كانه عباره عن constants. انت لما تسوي parameter من نوع n زي كانك عرفت ايش variable وconstants قيمه معينه. اوكي ولانه عم بيجي فاليو فيها قيم محدده زي كانه كونستنس. اما الاوت انيشلايزد فاريبل. اوكي شو يعني انيشلايزد فاريبل؟ انه هو عباره عن فاريبل بس ما له قيمه بتسوي له القيمه هاي اثناء البروسيجر. طيب اما الان اوت انيشلايزد فاريبل. اوكي الان اوت انيشلايزد فاريبل شو يعني initialized variable؟ يعني لازم يكون له قيمة قبل ما يجي على procedures. اوكي الاوت لما انت بدك تنادي procedure وفيه من نوع out لازم تعطيه variable uninitialized يعني غير ايش ما عنده قيمة معرفة. لكن ال in out اجباري انت اذا بدك تمرر parameter من نوع in out لازم يكون initialized variable لازم يكون هذا ال variable له قيمة. طيب الان actual parameter can be literal expression constants or initialized variable. حلو الكلام. بقول لك انت لما تعرف parameter من نوع n ممكن يكون parameter عادي ممكن يكون literal ممكن يكون expression ممكن يكون constants ممكن or initialized variable يعني ممكن يكون مش معرف ما له قيمة بعدين ممكن تعرفه. اذا في كتير اشياء بالان. اما الout must be a variable must be a variable. هون إجباري يكون variable هون إجباري يكون variable. حلو الكلام. can be assigned a default value. الان ممكن نسوي له ايش default value. الout cannot be assigned a default value يعني انت ما بتقدر تبرر parameter من نوع out يكون فيه value اصلا إذ لازم يكون ايش uninitialized. الان out cannot be assigned a default value برضو كمان ما cannot be assigned a default value برضو ما بنعطى default value. طبعا انا بحكي فيها هاي وين هاي بحكي فيها جوا البروسيجر
هون الان اوت جوا البروسيجر. انت بس لما تمرره عن طريق بايند فيريبل هذا شيء ثاني، بس انا قصدي جوا البروسيجرز، جوا البروسيجر كانت بي اسايند ا ديفولت فاليو، وبرضه الاوت كانت بي اسايند ا ديفولت فاليو اللي هي بتكون العباره اللي بين قوسين. اما الان بيكون كان بي اسايند ا ديفولت فاليو، ا ديفولت فاليو. يعني خلينا نشوف مره تاني شو بيحكي هو بالضبط. انه انا عدي حطيت هون البي تليفون من نوع ان اوت فار كار 2 فار كار 2 فار كار 2. انا هلا بدي اقول له انه نقطتين يساوي مثلا هاي القيمه، عفوا نمبر. اوكي هلا هذا من نوع ان اوت، بقول لك الان اوت ما تقدر تحط له قيمه مبدئيه. خلينا نجرب. قال لي إذن هاي هي بشكل عام، بقول لك ايش formal parameter may not have default expressions. كلام جميل. إذن هاي هي معناها العبارة هاي cannot be assigned a default value، وبرضو الout cannot be assigned a default value. إذن بدي اياك هاي المعلومات تجربها واحدة واحدة عشان تفهمها، لأنه ممكن تجيك في الامتحان. راجعها مرة تانية، حاول تفهمها واحدة واحدة عشان انك تقدر تجتاز الامتحان اذا اجتك اسئلة بهاي الطريقة. اذا وبهذا اليوم يكون قد انهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.